بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص النقطة ديال الصحافة والإعلام، أكيد على أن ماشي كل الصحافيين نزهاء وماشي كل الصحافيين شياطين. الحمد لله نعتقد على أن الأغلبية ديال الصحافيين اللي تنعرفوا اللي تدخلوا للدورة ناس محترمين، هذا هو الأساسي. كان تنطبق معاه ولا ما تنطبقش معاه داك شيء آخر، معنى أن السيد ماشي ما متطبقش معايا، ما تنعجبوش أنا، ما تنعجبوش الفريق ديالي، ما تنعجبش الفريق الآخر، راه تيكتب ضدي وراه كذا تسوقو. مي الحق في العمل ديالو هذا حق. عندما تدخل المجلس أنا كمستشار غادي ندخل غادي نجلس بلاصتي، راني مصور من القدام، مصور من اللور، من الجن، من كذا، معنى أن أنا خاصني نكون محترم، معنى أنني راه كنت ريالي وبغيت نتفرج في ريال مدريد، راه غادي نتفرج في ريال مدريد نقول للسيد أنا عندي ريال مدريد أولوية أو كنت شي حاجة أخرى. سيد يتفرج كرة محقو هذيك لقطة ديال واحد الصحفي اللي جا معنى أن الصحفي تيقلب بحال هاد اللقطات، لأن كما تيقولوا أن يعض كلبا رجلا فهذا ليس مقال كبير للنشر وكذا، ولكن أن يعض رجلا كلبا فهذا مقال يستحق النشر. لهذا أنا تنقول للإخوان إحنا تنضمنوا معكم، والجسم الصحفي ما غنزيدوش عليكم، لأن اليوم راه غتكتبوا معنا غدا تكتبوا ضدنا، وهذا سوقكم. شوف حقكم، فقط هو أن غير أن الصحفي يجب أن يتحرر الحقيقة. عندما ينشر الكذب هذيك الساعة حنا تنمشي وتنقول ليه انشر بيان حقيقة، ولكن ملي تيكون الصحفي تيدير خدمته وكذا، وأنا تنقترح على السيد الرئيس يخصص لهم واحد المكان يجلسوا فيه الصحافة، يكون خاص للصحافة باش نتجنبوا هذه الإشكاليات. أما الأصل أنا تنقول هو أن المستشار خاص يكون في وضعيات احترام، وأنا جميع الوضعيات، وأنا أرى أغلبية، راه تشوف أغلبية قبل التليفون ديالو تيشوف الأخبار، تيشوف كذا. الصحافي بانت لي أن السيتي تفرج ريال مدريد، هذه لقطة من اللقطات اللي هي أثارت وخذت البوز في الصحافة، هذا حقه. ولكن ما نجيوش نقولوا بان راه تيصور لي اللور وتيصور القدام ولا كذا، هذا ماشي معقول. ما غنضمنش انا لانه مستشار، غنضمن مع الصحفي اللي تيدير خدمته. ومع ذلك تنقول الصحفي يجب عليك ان تلتزم باخلاقيات المهنه، وعندما لا تلتزم باخلاقيات المهنه هذيك الساعه راه كاين عندك واحد الجيم، يمكن انا نمشي ندعيك لهذاك الجسم ديال الصحافه ونقول ان هذا الرجل او هذه السيده لا يلتزم كذا، وهذا هو الموضوع. اما بالطريقه باش نمنعوكم باش تصوروا من وراهم قدام، هذه هذا ماشي منطق، وحنا تنضمنوا مع الصحفي.